تسلم. الله يسلمك. هاي اليوم نشوفوا في ناس قاعدة تذمر من موضوع اللي هو أنا نجي نحط الكهرباء في الشارع، تتفاجأ أنه عبد يجيك يقول لك أعطيني 2000، هو اللي عنده لا تيكيات لا كيتانس لا حاجة تثبت أنه من البلدية. شنو نجموا نعملوا لهم الناس هذوما؟ هو ساعي يزمك هو كي يجي يطلب فيهم باستحقاق، وكي يطلب فيهم باستحقاق وأنه هو بشكون أنت معناها، يعني هو مسخر روحه. ثم ناس موالية اللي هو تفهم فيها عندها النفوذ، فهمتني؟ يعني قاعدين فهمتني الناس هذا ما يستقاتوا من الموضوع هذا، فهمت؟ أنت كي تحب تنظف الحالة هذه، فهمتني؟ الناس اللي عندها نفوذ في المكان هذاك تحولها من مكان آخر وتجيب مكان ناس أخرين ما يعرفهم حتى واحد، باش هو الناس اللي هو الذراع يكون اليمين بلغة أوضح متاعه، وهو يتلفت ما يلقاهمش، يلقى ناس عندها نفوذ في البلاصة جايبينها من بلاصة أخرى. يعني كي تحب تنظف أتنظف، فهمتني؟ هذا الناس اللي معناها ما عنده حتى شيء، معناها قاعدة كيكة، فهمتني؟ فما بالك أنت ثم مكاسة تاخو في المرشيات، كي جات الثورة يعني قامت عليها باش ينحوا الموضوع هذا وتولي البلدية هي اللي تمكس على المواطن بسوم معقول، رجعت يعني لفوا عليها نفس الموضوع كيما المناولة ورجعت نفسها هي بالضبط. أنت كلب، أنت هل يعقل كلب واقف به باش يبيعوا واحد في منصب بين نهار لحد يقولوا 10 دينارات؟ هل يعقل أنت؟ شنو المساحة اللي مخوها باش تاخذ عليها 10 دينارات أنت؟ بقد يعني أنت هل قانونيا قانونيا هو يقول لك المكان ملك عمومي وعقاري تابع الدولة. أنا كي نجي نحط الكهرباء في البلاصة هذيك، هذيك حاجة تابع الدولة. علاش مواطن يجي يستغل الفرصة ويأخذ فلوس من عند الناس على أساس هو ملكه البلاصة هذيك، على أساس باركينج نتاعو اللي هو راه تابع الدولة؟ أنا حكيت الموضوع أنت ما فهمتوش، وأنك اللي قلته أنا السيد هذا عنده ناس عندها تدخلات بلغة أوضح، عندها نفوذ في الأماكن الموجودة هذه. كي تحب الدولة تنظف تنحي الناس اللي عندها نفوذ في المكان هذاك وتجيب ناس من مكان آخر ما يعرفهمش السيد هذاك، ما عندوش اتصال بالناس هذيك، ما عندوش معرفة بها، فهمت؟ يقع تفهم فيه المحاكمة بتاعه، فهمتني؟ والمحاكمة لا، انت كي تحب تحاكم انسان مش تحطه في الحبس يا معلم، اعطيه ترخيص في مكان باش يعيش به هو، مش هو زاد جيعان وما عندوش وانت تجي تهزه وتحطه في الحبس، هذا راهو مش معقول، هذا ماهوش معقول. اعطيه انت ما تحب تحاكمه، حاكمه بالعدل، هو فقير الحال اعطيه رخصه في مكان يخدم على روحه، مش انت تجي تنحيه من هنا وتهزه للحبس، فهمتني؟ هذا ظلم راهو فيه احنا. بالنسبه للناس الاخرى ثم هذه حاله وثم حاله اخرى، الحاله الاخرى اللي هما مكاسه ياخذوا في المرشيات من البلدية وأنه يمكس كيما يحب هو. قلت لك كلب نهار لحد راجل نشوف فيه عنده كلب قال له تعطيني 10,000 ولا يفك له كلب القو. يعني هذوما ناس يحكموا كيما يحبوا. كي جات الثورة من جملة المواضيع اللي قامت عليها الثورة الموضوع هذا، يعني على أساس وأنها البلدية هي اللي تمكس على المواطنين، لفوا على الثورة فهمتني ورجعوا المكاس يستغل في المواطنين، فهمتني؟ وعنده ناس موالين ليه في أصحاب نفوذ يجوا معاه هو ما يجوش معاه المواطن، فهمتني؟ وهذا ظلم. يعني أنت كي تحب تصلح تنجم تصلح، المكاس يزمو يتنحى ترجع للبلدية تمكس، عاون بلدية يجي يمكس على المواطنين بصوم معقول. تشكي برشا عباد من عباد في الشارع تجي تاخذ الفلوس كي تحط كهربتك في الشارع على أساس باركينج، وهو ما عندوش الحق أصلا يهز فلوس وما عندوش كيتونس وما عندوش رخصة من البلدية. أنا لازمني نعلق معناتها باهي. شو هو الموضوع باش نكونوا واضحين، معناه بدا بعد الثورة، خاطر بعد الثورة الدنيا تسايبت، فهمت؟ تنجم تقول من الحاجات الخايبة اللي خذيناها بعد الثورة، على خاطر قبل ما كانتش العباد تتجرأ تعمل هكاكا، فهمت؟ خاطر كانت تخاف كمان، مشكون انت باش تجي تطلب فلوس دولة ما خذتهاش، ولا ما خذتهاش داخلية ولا الأمن ولا المالية ولا اللي هو، فهمت؟ بامبورت جالي تاخوه. بعد الثورة ليه؟ بعد الثورة ما عاد حد يقدر حد وأي واحد يعمل يحب عليه، فهمت؟ وكي تبدأ فما برشا فوضى،
سي نورمال كو باش باش تجي معناها العباد تستغل الفرص، فهمت يعني؟ انت سامحني تجي كيما نقولوا للتريتوار نتاعي وتحط كرهبتك وتزروحك وتمشي وانا قاعد بطال ما نعمل في حد شيء، فهمت؟ شتي تحبني نعم؟ هو باهي كيما كسرلكش الكهرباء، مش نعطي فيه في لوكي راهو، فاهم؟ يعني نحكي لك بوان دو فيو لافوكا دو ديابل، اوكي؟ انت خويا كي قبل انت مظلوم السيد هذاك يا خويا وفر باركينغات للعباد. تو تمشي الباركينغات تلقاها كلها معبي وما فماش بلايص وصابوات. دي ديجا احنا بلاد صغيرة نعطلوا في بعضنا، عباد اش معناها زاد تحط تجي تحط كرهبتك في اي بلاصة في الشارع؟ برجولية نحكيو لوجيك، اش معناها انت تجي تقف في اي بلاصة في الشارع توقف كرهبتك وتح... فما راهو اللي يخلي الكهرباء ويهبط راهو كومبليتمون، فهمت؟ شني تعليقك انت شني تعليقك من هذا؟ ما كل فرعون صدى عنده موسى، فهمت؟ لوجيك شين موجوده كلها تبع في بعضها، هذيك هي كما تكون ويولى عليكم. ولهنا اسك هو قانوني ينجم يهز فلوس؟ طبيعي جدا ماهوش قانوني، خاطر كما كنت نحكي لك ما عندوش رخصه من البلديه باش يهز فلوس. اي زاد البلديه مثلا تو بلديه تونس سامحني انت شوف قداش ما كهرباء تدخل صباح لتونس. خي باركينغ هذاك ماهوش فلوس تعملوا البلديه، ماهوش انفستيسمون الون لون لون دوري. مام يحكيوا على الانفستيسمون والاستثمار والحكايات، اخي هاي ما تخممش زاد اخي سامحني راهو كي يبدا الباكي قبل ما تلوم العباد علاش تتصرف هكاك، عباره راك تلوم في واحد ماهوش فاهم حد شيء بيك تتصرف هكاك، راهي ما تجيش فاهم؟ قبل انت ما تلوم العباد بيك تعمل هكاك وعلاش تاخذ في فلوس مع العباد، برا امشي انت ساعه وفر باركينغ للعباد وين تقف، وما تخليش العباد توقف كرهبه هكا كيما جا في الشارع، وخلي الكياسات احنا بطبيعتنا كياسات قدنا هكا، عرفت؟ تونس صغيره معناها احنا صغيره وعندنا برشا كراه. وكل شهر يبيعونا في برشا كراهب، وعبيد دخل في فلوس من بيعان برشا كراهب، ترافيك اخر جمله هذاك، فهمت؟ وعبيد جيت وقف كراهبها وين يجي هاك تعطل لي في وقتي انت سامحني، فهمت؟ يعني انت علاش تلوم في هذاك ما تلومش هذاك، فهمت؟ دونك ترافيك نتاع الكياس ديجا الناس بسميته ترافيك نتاع كياس فيه كل شيء، شو صار باش تلقى فيه يعني؟ دونك ماهوش منظم هذيك هي اخو. والله الموضوع هذا طويل وعريض وكما يقولوها معناتها ولات في كل دورة تلقى ناس واقفين يقولك باركينغ، تلقى في كل نهج واقفين يقولك باركينغ، وتلقى في كل بلاصة حتى تخرج من دارك الصباح يقولك أعطيني 2000 متاع باركينغ ولا 3000 ولا اللي هي. ومشكل كبير هو اللي عامل سعر معين حتى تمد له أقل 100 فرنك يقولك لا، هو بدون رخصة بلاش بادج وبلاش تيكيات وبلا حد شيء. هذه المشكل معناتها وليت في كل سوق في كل ثنية في كل بلاصة، معناتها اللي هذا تلقى واحد واقف يقول لك راني أنا هنا باركينغ، أنا راني نعس على الكراهب، راني كذا، راني منا راني منا. هذه المشكل اللي كونه لا عنده أرض لا عنده باب دخلت له أنت للمحل نتاعو باش تقاري باش تعطيه حق الباركينغ، هذاك عنده حق مدام عنده أرض وعنده رخصة وعنده باب منين تدخل له معناتها وتلقى مكتوبه باركينغ بالرخصه نتاعو، عنده الحق يعمل سوم محدد كما يقولوا 2000 ولا 3000 ولا 4000 ولا اللي هي. ولكن في نهايه الامر تلقى في الشارع ناس شد لك بلاصه، واحيانا بلاصه تقص تيكي من بارامتر هذاك اللي في الشارع تاع البلديه وتحطها في البولار نتاع الكهرباء، وبعد تاشي يطلع لك واحد يقول لك راني انا نعس هنا على الكهرباء، ولكن هاني خلصت بارامتر معناتها تاخذ البلديه وزيد ياخذ هو. والمشكل يجيك معناتها بالقوي يجيك بالقوه يلزم تعطيني ويلزم كذا، وبرشا ناس معناتها حتى باش تعطيه دينار ولا 1500 لا يقول لك عندي سوم محدد 2000 فرنك ولا 3000 فرنك اقل منهم لا واكثر منهم ما يسالش. وهذا المشكل معناتها في معناتها في الـ في الـ في الـ كما نقولوا نحن في البلديه، ومشكل في معناتها في وزاره الداخليه معناتها يلزم الدور ويلزم تتابع كل انهج ويلزم حتى واحد يمشي يشكيلها يلزم تاخذ موقف. وبرشا ناس فهمتني ولا يقول لك والله باش نعطيها على صحه الابدان، ولكن انت كي تجيني بالقوه وتعملي طريفه فيكس كي القهوه ولا كي الخبزه ولا كي باكل حليب وقتها نقول لك ليه ما نعطيكش يا خويا، انا ما نعطيكش لانك انت جاي معناتها اشرب ولا طير قرن، تجي انا مخلص فينيات ومخلص تاكس ومخلص السيرونس ومخلص 20000 حاجه على الكهرباء، وتجي تقول لي ليه ما تقفش لهنا وانت ما عندك حتى شيء، هو طريق عام وطريق الدوله وبلاصه فهمتني ولا نتاع الحاكم كما يقولوا، وانت ما عندك شيء، خرجت من دارك لقيت برشا كراهب
حليت لك في عينك البلاصة وقلت خلي نعملها باركينج ندبر طرف مصروف. هذا معناتها قانونيا ممنوع معناتها، وحتى الإجراءات آخر مرة أو هبطوها في الرائد الرسمي معناتها ما يلزمش، فهمتني ولا؟ الناس تبدأ موجودة في الأماكن العامة معناتها اللي هذا باركينج باركينج وهو ما عنده حتى قيمة في هيك البلاصة وما عنده حتى مشروع وما عنده حتى شيء إلا هو معناتها خرج من دار ويحبش يدبر طرف مصروف يقفي كل بلاصة وياخو وساعات ياخو بالقوة، والمشكلة في الناس اللي تاخو بالقوة ويجيك فهمتني ولا بتغشش تقولش عليه عنده فهمتني ولا راس مال وانت كليت له من راس المال متاعه وهو في نهاية الأمر ما عنده شيء وما عنده حتى شيء وما عنده حتى شيء.